تعال مصور ظهر في الشارع. مصور ظهر في الشارع تعرفه. طيب حسين دغريري تعرف خوينا في الثانوية؟ لا يا ابن حلال خوينا في الثانوية مصور ما تعرفها بعد؟ لا. طيب فيصل مالكي ولا فيصل مالكي شو تعرف انت؟ ما تعرف اسمه هيك مصور بعد ترى ما عارف الصورة مايلة عندك بعدين اهتم بقاعدة الأثلاث. إن معرفتك للمصورين المحترفين شيء جميل، ولكن الأهم أن تعرف أساسيات التصوير. قاعدة الأثلاث دي